أمي. هيك درتوا بالكن على أمي؟ شو عملتوا فيها؟ أخي مو مثل ما عم تفكر. جايب أمك لعنا وبعدين جاي تحاسبنا مو؟ تعي أمي. يا عيب الشوم عليكم، فعلا ما عندكم ضمير. اخي صدقني اضطرينا، عملنا كل شيء مشان امك، كل شيء. كذابين. منار امي. وقفي. امي منار، هي ميسو. فريدة وقفي. أمي أمي منار، هيمانة منار وقفي. هيمانة منار يا فريدة. أمي بكفي خلاص. هيمانة منار. أمي منار. أمي منار. شو عم بيصير؟ خد أمك وروح ولا عاد تجيبها لعنا. منار ياخدها لوين؟ لك أنت شو بدك منا؟ وين هالمرايا؟ رح أخذها لأمي. شو عم نلعب؟ شي بدك تاخدها وشي بدك تجيبها مو؟ شرف اسمع منه بالاول، هو اضطر يعمل هيك. شو يا؟ صاير زلمة وعم تنصح؟ لا بس انت اللي زلمة، صدق حالك كمان. خلاص انا ابوك ولك. امينة اتصلي بالشرطة خليهم يجوا ياخدوه. امشي ياسين، خلص خلص. لك انت ياسين خلص. عمي كمان خليه يعمل يلي بده اياه. ياسين لك اذا جاب الشرطة بتنتهي حياتك. يلا امشي. اوعك تجي لهون مره ثانيه والا بسلمك الشرطه. شو فيها؟ ما فيكم تعيشوا بلا مشاكل؟ كل يوم في مشكله. وين هالمرة كأنه انشقت الأرض وبلعتها؟ بدي قلك لا تدوري عليها على الفاضي، أنا أخدتها. ولك متت من خوفي ما خليت مكانه ما دورت فيه. خلاص المرة عندي وهلأ رايح لعند الدكتور، ببقى بشوفك هنيك. لا أوعك، لا تعمل العملية، إلغي كل شيء. شو هالتخبيص كله؟ ليش لنلغي كل شيء؟ كل شيء صار جاهز. استنى العملية واستناها لتتعافى. قلت لك هي مصيبة مزبوط ولا لا؟ هالمرة رح تصير مصيبة على راسنا. يا أخي اقتلها، اعمل شو ما بدك، المهم خلصنا. ماشي ماشي. كنت عم أدور عليكي. كيفك؟ فريدة أذتك بشي؟ أنا منيحة. مع مين كنتي عم تحكي؟ ولا حدا، يعني عندي صديق دكتور حكيت معه منشان وضع فريدة. صح، الظاهر صار بدي أروحها على الدكتور لأنه ما في علسانة غير منار. يعني منار منار، شو أنتم ما عندكم شي غير منار؟ من وقت ما تزوجنا ما عندكم غير هالموضوع، وفوق فريدة عم تهجم علي على أساس إني منار، يعني بكفي بقى. شو أعمل ميسون؟ شايف المرة مريضة؟ ما بعرف، المهم إنك تلاقي لي شي حل لهالموضوع. ما كان لازم تمنعني، كنت رح أخرب لهم هالبيت كله فوق روسهم وأخذ أمي وروح بقى. ابني أبوك كان رح يطلب الشرطة. أنا الشرطة كلها ما بتهمني، بحرق الدنيا من شان أمي. ما أنك شايف أنك رح تحرق حالك بالأول؟ أبوك هداك يلي ما بيسوى قرش واحد معه حق بشغلة واحدة.
إنك مو قادر تعتني بأمك لأنك غرقان بالمشاكل لفوق راسك. أول شيء أنت اللي لازم تخلص حالك، بعدين بتروح وبتاخد أمك. كيف يا عمي؟ كيف؟ كله بسببك أنت، أنت اللي أعطيتيها وش. كل الحق عليك أنت. خليها تجي، رح أكسر لها رجليها. أنا السبب ما؟ بس أنا. ليش أنت بتمرق على البيت بالأول؟ فكرت تهتم بالبنت؟ لهلأ ما بتعرف لأي صف وصلت بنتك. بكفي، احمدوا ربكن إنكن لقيتوا بنتكن عايشة. لا عاد تتخانقوا، حاجتكن عياط على بعض، وحاجة كل واحد يلوم التاني لحتى يرتاح ضميره. شوفوا، كل يوم عم نلم عشرات الأولاد يلي مثل أليف من الشارع، والكل عندهم نفس المشكلة، نزاع الأهل. لهيك الأولاد عم يدوروا على المحبة بالشارع لأنهم ما لقوها بالبيت، وعم يقضوا عمرهم هيك. ومشان هيك في كتير ناس عم تهرب أولادها من البيت، والنتيجة ما بيلحقوا يحضنوا أولادهم إلا وهن ميتين. فأنتوا محظوظين لأنه رح نسلمكن أليف عايشة، ولو ما بتحبوا بعض حبوها واحموها. جيبوا أليف، ما بدي أي شوشرة هون. أليف بنتي حبيبتي. آه يا حبيبتي أنتي، كيفك؟ أمي بترجاكي لا تزعلي مني. يا عمري معقولة يعني أنا أزعل منك بنتي؟ ما رح تعملي هيك مرة تانية مو بنتي؟ يا حبيبتي أنتي. بنتي إليف، خوفتينا كتير يا بنتي. بعدك معي دبا، سامحوني كتير ندماني. شكرا كتير سيادة الملازم، فيكن تروحوا. احترامي سيدي، خبرية منار أذكور صحيحة، الشباب قدروا يلاقوا البيت بس قالوا إنهم ما لقوا حدا فيه. طيب رح روح أنا أشوف، خبرن ما يلمسوا شي وقلن الملازم جاي لعندكن فورا. حاضر سيدي. منار هون، منار هون. يلا فريدة. منار هون فريدة، ما في حدا هون بس أنا وإنتي وأمينة، وراح نسكر الباب. أمينة سكري، شوفي شوفي كيف ما في حدا غيرنا. يلا بابا. ماما خايفة تقعد لحالها هون. يلا نامي فريدة. يا بابا شو ما عم تسمعني؟ يعني شو أعمل؟ على المشفى ما بدها تروح وعلى البيت ما بتفوت، شو أعمل أنا؟ فريدة فريدة كرمال الله بقى فلتي إيدي. فريدة بابا شوفي كمان. بابا في دم على الأرض. شو صاير هون؟ شوفي أمك إذا جارحة حالها. بابا ما لقيت جروح. في حدا فايت لهون. دكتور لغينا الموضوع.
بطلنا نعمل العملية. لقينا طريقة تانية لنحلها. هيك النصيب. لنشوف وين بده يلاقيكي يا خانو. أمي، منار كانت هون؟ بترجاكي تحكي. منار إجت فريدة؟ منار، منار بابا، بما أنها خايفة أكيد بتعرف شي. شو يعني بنتي؟ منار كانت جوات البيت؟ منار لهون وبسمع. أنا سألت كل أهل الحارة عنها. إيه وشو قالوا؟ صار لك كذا سنة ساكنة هون. إيه وكانوا يشوفوها حاطة قناع. أها ليك وجه الملازم. لكان هون مخبية حالة؟ أهلين سيادة الملازم. أهلين، خلينا نفوت لشوف. شو عرفتوا؟ سألنا أهل الحارة، قالوا لنا من كذا سنة ساكنة هون. بس كأنه هذا البيت مانو مسكون. الجيران قالوا كأنه بيت أشباح. كل يلي بيعرفوه انه الغرفة بتضوي احيانا وما حدا كان يشوفها وهي عم تطلع من البيت. بما انه ما عم تطلع فاكيد في شخص تاني بيجيب لاغراضها، بس مين بيكون يا ترى؟ ايه وغير هيك، ولد من الحارة قال في مثل قناع على وشها او مو مبين غير عيونها. قلت لي قناع؟ اي نعم سيدي. هذا سيدي. الواحد ليش لا يغطي وشه بهيك قناع بشع؟ بعتقد انه وشه بيكون ابشع من هيك بكتير. شو لوين رايحة ميسون خانم؟ بترجاك اتركني روح بقى. الله يخليك. سكري الباب وليه؟ اليوم لقينا المكان يلي كانت متخبية فيه منار. بيت مهجور بمنطقة جوستابي، يعني فيك تقول خرابة، كأنه مهجور ومانو مسكون. سترك يا ربي. طيب شو عملتوا؟ كمشتوها لمنار؟ الظاهر إنها تارك البيت من مدة قصيرة، وما لقينا بالبيت غير شوية كراكيب وغراض، وهي واحدة منهم. شو هاد بقى؟ شو إله علاقة بمنار؟ الظاهر بهداك الحادث تشوه وشها كله، ولهيك عم تلتقي مع الدكتور. أنا دكتور؟ قصدي هداك الزلمة السكران يلي حضر عرسكن. الزلمة طبيب تجميل قديم كتير. بلا، كان عم يصيح بالعرس ويقول أنا يلي صممته هلأ تذكرته. شو يعني عمل عملية لمنار؟ هيك كان قاصد؟ كنا رح نعرف لو ما مات على أثر حادث غريب، بس لسوء الحظ هو مات قبل ما يحكي الحقيقة. إذا الشغلة كان فيها منار فما أنا صدفة أبداً.
الله العليم من ايمتى عم تخطط لها. بس يا سيد عزيز، حضرتك معتمد بكلامك على التوقعات وبس، وما في شيء اكيد. يعني بهالحالة هي حضرتك عم تشغل بالنا على الفاضي. الشيء الاكيد ميسون خانم انه منار لساتها عايشة وعم تستنى الفرصة المناسبة لتفوت بحياتكم. ما مليتي؟ ما منيح. كنت عم فكر شو بدي اعمل فيكي. الحقيقة بعرف شو بدي اعمل، بس كيف بدي اعملها؟ بالنهاية لقيت طريقة بتناسب شهرتي وشغلي، بتمنى تعجبك. رح اشرح لك كيف وبالتفصيل كيف رح تصير. شايفة هالعقارب؟ رح يقوموا بالواجب ويقرصوكي. المكان اللي رح يقرصوكي فيه ببلش يحرقك شوي، بعدين بيحرقك أكتر، وقتها ببلش الوجع ورح يصير قلبك يدق بسرعة ويرتفع ضغطك وبتبلشي تعرقي عرق بارد. هاي هي القصة. لك شبه صدقيني ما لقيت لك أحلى من هالموتة. وهلأ رح أترككم مع بعض. وهلا صار لازم روح. إذا صار معي شيء جديد بخبركن فيه. سيادة الملازم، في شيء لازم خبرك إياه. بظن إنه منار دخلت على البيت. شرف ابني، أنت شو عم تقول؟ أنت أكيد عم تتمسخر، ما هيك؟ شو الظاهر إن عادته بمرض فريدة؟ ميسون، أنا وأمينة لقينا آثار دم، وغير هيك قفل الباب الوراني للأبو مكسور. أكيد منار كانت هون. طيب ما في كاميرات مراقبة بالبيت؟ إيه، بس صار لهم مدة ما عم يشتغلوا. بظن إنه أمي شافتها لمنار لأنها عم تذكر اسمها على طول. طيب من بعد إذنك حابب شوف فريدة خانم. مثل ما بدك، بس هي ما عم تقدر تحكي أي شيء. أنا وأمينة سألناها ما عم تقول شيء غير منار. معلش، حابب شوفها شوي. طيب مثل ما بدك، تفضل. يا ربي، عم يقولوا فايتة لعنا، وكيف رح ننام؟ أنا رح أصير أقفل بابي قبل ما فوت نام، وإنتوا قفلوا رح أقفله. نعم، تغيرت الخطة. اوعك تقتل المرة. والسبب؟ الملازم اجا، عرفوا وين كنت متخبية، وكأنه عرف اني عاملة عملية كمان، يعني كمان شوي وبيكشف كل القصة. يعني انا شو اعمل؟ اتركها تروح لحتى تكشف لنا كل شيء؟ لا، رح تموت، بس مو نحنا رح نقتلها. اذا مو نحنا، قلي لي مين لكان؟ رح تنتحر؟ ولا رح نقتلها ونقول انها انتحرت؟ انا ما عم افهم عليكي، شو قصدك بقى؟ شرف، شرف رح يفكر مرته إنها منار ورح يقتلها بإيده، وأنا كمان رح صفي حساب فريدة، عم جهز لنهاية حلوة كتير. شرف رح يجي ويقتل مرته بإيده؟ شرف غبي لهي الدرجة يعني؟ إيه طبعاً هيك،
لأنه رغبته بالانتقام رح تعميله عيونه. نفكر منار اللي فاتت على البيت، نحن بس رح نترك له دليل والباقي هو بيحله. وبالوقت اللي بيكون فيه ملتهي بمنار ما رح يلاحظ شو عم بيصير، وفجأة بيلاقي مرته المريضة وهي ميتة. شكلك محظوظة، شفقت عليكي. إذا سمعتي كلامي رح تشوفي جوزك. عن جد عم تحكي؟ أنا رح شوفه؟ إيه عن جد، استني وشوفي. فريدة خانم، لازم تعطيني شوية أجوبة لحتى أقدر لاقي منار، وإلا ما فيني أحمي أمينة ولا ابنكم ياسين. أنتي تذكرتيهم ما؟ عم تتذكري ولادك ما هيك؟ عم بتحاول على الفاضي. أنا بوثق فيكي، إن شاء الله أنت رح تطيبي بأقرب وقت. أحياناً منمر بفترات جديدة بهالحياة، وأنت هلأ عم تمر بفترة جديدة. طلعي حواليكي، في حواليكي ناس بحاجة أنك تكوني معهم. يعني إذا كنتي متذكرة أي شيء أو حتى بتعرفي شي بترجاكي خبريني. مثل مو شايف، ما عم تحكي شي. شو فريدة؟ بدك تعطيني شي؟ أنا قلت لك ما في أمل. لما بتقول ما في أمل يعني ما في رحمة عند الله، وهيك مو بس عم بتدير وشك عن فريدة، عم تتجاهل رحمة الله. برأيي بهالفترة هي بحاجة كتير للدعاء. ما علينا، تصبح على خير. تصبحي على خير. شرف، نحن لازم نحكي. شو في ميسون؟ أنا اللي لازم أسألك، شو في؟ شو صاير؟ ما صار شي، لساتهم عم يحققوا. لساتهم عم بيحققوا ونحن رح نضل عايشين بقلق شرف؟ شو أعمل ميسون؟ شو مانك شايف الوضع؟ إيه وما تحلو. بصراحة حابة ارتاح وماني حابة عيش هيك، لاقي طريقة تخلصنا فيها من منار. التواليت والحمام جوا، خود راحتك، لا تخجل أبدا، فيك تضل قاعد قد ما بدك هون، وإذا مليت بتطلع لفوق بتصير تاكل وتشرب معنا. شكرا كتير، ما بعرف كيف بدي رد لكم جميلكم. ما حدا قال لك ترد لنا شي، اعتبرني عمك واعتبر آسيا مثل أختك. يلا روح يا ابني استريح شوي. أي بنم نازل جنانم، severim severim kimse bilmez. Bir ateş düştü ki başa, tüterim kimseler bilmez.
Ey benim nazlı cananım, severim severim kimse bilmez. Bir ateş düştü ki başa, tüterim kimseler bilmez. Bak şu kalbimin içine saldın sevdayı başıma. Gece gündüz aşk ateşine yanarım yanarım kimse bilmez. Bak şu kalbimin içine saldı sevdayı başıma. Gece gündüz aşk ateşine.
إجا بابا. بنتي حبيبتي. أوبا. عندت وقالت إنه ما بنام قبل ما أشوف بابا. شو بعمل؟ عم بشتاق له. عم تشتاقي لي لإلي؟ ولا مشتاقة لهاد؟ شو طيب؟ يلا لشوف. يلا تصبح على خير ابني. وإنت من أهله خالي، يسلموا. ليك ابني، لا تفكر إني عم أتهرب، فيني أعتني بيسي لطول ماني واقفة على رجلي، بس والله هيك حرام. شو رأيك تتزوج وتجيب لك صبية حلوة؟ مرة تدير بالة عليكم وتطبخ لكم كمان، ما بيكون أحسن لك؟ لأمتى رح تضل لحالك هيك؟ بس ما فيني يا خالي نورهان، ما فيني أتزوج مين ما كان، عم أدور على شي تاني، حدا أقدر أمن عسيلة عنده، يعني مرة يكون عنده ضمير، صبورة، حنونة. إن شاء الله. أوعك تعرفي هيك وحدة وتخبي عنيها. أنت مو شاطر غير بالمزح، ما هيك يا أفندي؟ تصبح على خير. وأنت من أهله خالي. شو هاد بابا؟ ما بعرف، هلأ بيبين معي. انت عم تطبق صورة؟ يلا تعالي وساعديني لكان. أكلتي الشوكولاتة تبعك؟ يلا حاولي تساعدي أبوكي لشوف. منحط هاي هون. مين في هون؟ لا تهرب. وقف، لا تهرب. أكل الطعم. لحقك شيء؟ لسه، بس لا تقلق، هلأ بيلحقني، لهيك ما عم بسرع. انتبهي وعكي كمشك. لا تقلق، شو ما عمل ما رح يقدر يكمشني. هي كمان هون، ما هيك بابا؟ صورة مين اللي عم تساويها؟ ما بعرف، أكيد صورة مرة. بابا أنت بتعرفها لهالمرة؟ والله لنكمل الصورة منعرف. بابا
شافت هالملعونة. مساء الخير، أنا ميسوم بوسكايا. أهلين يا خانم، شو صاير؟ فقت وما لقيت شرف، بعدين لقيته طلع بالسيارة بسرعة وما لحقته. بلكي طالع شم هوا؟ لا مو هيك، من وقت ما رحت هو عم بعيد هذا الكلام نفسه، قال لازم إنه يلاقي منار ويحاسبها، فعم قول معقول يكون راح على بيتها؟ كتير خايفة، بترجاك تساعدنا. أنت اتصلتي في شي؟ إيه اتصلت، كان مسكره. طيب ماشي يا خانم، هلأ أنا بروح وبشوفه. شكراً حضرة الملازم. لو كنتي قلقانة علي ما كنتي نيمتيني بالصالون. خلاص أنتي لا تاكلي همي بقى، إذا نمت فقت رحت ولا أجيت لا تاكلي همي بنوب، ماشي؟ شو علاقة ميسون بمنار؟ أنا كتير بحبه لزيدان. بترجاكي بس بدي أعرف كم شغلة عن منار أذكور. ما بعرف منار أذكور. بس هي بتعرفك، اسمك على دفترها. خبرت الشرطة عن هالشي؟ إذا حكيتي معي ما رح أخبر الشرطة. صاير عندك خبرة منيحة بالشغل، الواحد لازم يعرف بالضبط إمتى ينسحب. معك حق معلم. معلم اتصل الدكتور، قال لغى عملية النقل، تيكين ما جاب البنت. ولك كيف ما جاب البنت؟ ما أخذ مصرياته؟ والله الزلمة مو مبين والزبون لساته ناطر. اتصل بتيكين وخبر الشباب كمان، يلا خليهم يلاقوا واحد بسرعة. ماشي معلم. بابا حابة أقول لك شغلة. قولي بنتي. ليلى البنات عاملين حفلة ببيت رفيقتنا سينام، حفلة بيجاما، كلهم رح يجتمعوا هنيك، فيني روح؟ حفلة شو؟ حفلة بيجاما. مشان الله صاروا يعملوا حفلة للبيجاما كمان؟ بعمري ما سمعت إنه في حفلة للبيجاما. بترجاكي كل البنات رح يجتمعوا هنيك، الله يوفقك. خلوها تروح من غير شي البنت ضايق خلقها، على الأقل خلوا واحد يتسلى.